وعشان كده كان نفسي ليجا واحدة تشيل عنه هم السنين، تريح وتسعد، مش واحدة تحمل المشاكل والبلاوي اللي مش قدها. مين؟ لا هشام، انا رزيق. انا نايمه يا ام رزيق. نايمه ازاي وانت بترد عليا؟ ايه ده؟ مالك بتعيطي ليه؟ مش بعيط ولا حاجة، قلت لك كنت نايمة. تاني بتكدبي وتقولي كنت نايمة؟ ما الدموع مليان عينيك اهو، ايه اللي حصل فيه ايه؟ معلش يا عم رزيق، أنا كنت مخنوقة شوية وبعدين خلاص بقت كويسة. مخنوقة شوية ايه؟ ده انت جسمك بيترعش اهو، بيترعش اهو. سيبني أنام بس وأنا الصبح هنسى كل حاجة. ما ينفعش تنامي كده، بعد الشر عليك يحصل لك حاجة وانت نايمة. مالك يا حبيبتي؟ ناقصك حاجة؟ اتكلمي وقولي. معاش ولا كان لي ينزل دمعة من عين شامة يا حبيبتي. لا ده الموضوع كبير قوي. لا 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 لا، ايه يا حبيبتي؟ ناقصك حاجة؟ اتكلمي معايا، قوليلي، انا مش غريب عنك. مفيش حاجة، انا بختي وحش، حظي منيل. حظك منيل؟ معقولة الجمال والقمر ده يبقى حظه منيل؟ مش ممكن ابدا. انا هقوم اعمل لك كوبايه برتقال اللي بتحبيه تبقي فله. مش عايزه حاجه. مش بمزاجك، انا شايفك تعبانه يا بنتي، لازم اعمل لك كوبايه برتقال كده يروق دمك على طول. يا قمر انت يا جميل. قوي الشغل جامد. الخلطة السرية شامة شوية برتقان، إنما إيه زي الفل. خد رواية دمك، اشربي يا حبيبتي، اشربي اشربي. لا اشربي اشربي عشان تروقي كده، تبقي زي الفل. اشربي يا حبيبتي اشربي. أيوة أيوة، شوية الأخار دول، شوية الأخار يا حبيبتي. مش قادرة. برافو عليكي، كده بقى هتبقي زي الفل. شوية البرتقال اللي انت شايفاهم دول هيطفوا النار اللي قايدة جواكي. بس لو تحكي لي بس ايه اللي شقلب كيانك بالشكل ده؟ خلاص كل حاجة خلصت. كنت بحلم حلم جميل ووقعت على جدور رقبتي. حول الله، جدور رقبتك ايه؟ تقوليش كلام ده شامة، الايام اللي جاية هطلع لها تتزهزه قوي مع عم كروزيه. طب ايه رأيك بقى؟ انا بنفكر ناخد شقة جديدة في الانفوش. تعبانة قوي، كنتش متخيلة ان ده ممكن يحصل، ما فكرتش ابدا ان هي تسمعني الكلام ده. هي مين يا شام؟ مطلعت وحدني بكلامها. هو هيكون الست دي قلت ادابها عليكي؟ هي ناس يمين وراكي ولا ايه؟ خلاص ملوش لازمة الكلام، انا لازم ابعد، لازم اسيبه في حاله. بالراحة على نفسك شوية شامة، يحصل لك حاجة يغور هو أمه في 60 دقيقة. أنا دايخة،
دلوقتي زي الفل. كل دي اوهام وحطها في دماغك. اساليني انا شامع، لان انا الوحيد اللي عارف قيمتك. بتعمل ايه عندك يا رزيق؟ اخيرا صحيتي، اخيرا عمال اصح فيكي جنبي وانتوا اكله تطوره. تطوره ايه؟ انت بتعمل ايه مع البيت؟ مفيش، انا كنت رايح اشرب بق ميه عطشان، لقيت البيت الغلبانه دي صوتها بينازع واصل للمطبخ. شامة مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ مش عارفه، دماغي بتلف بيا، انا مش عارفه ايه اللي حصل لي. الدموع اللي في عينيكي دي مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ما تتكلم يا رزاق، ايه اللي حصل؟ ما تسالي بنتك يا نجوى، اسالي بنتك، خديها بحضنك كده زي الام الطيبه وطبطبي عليها، شوفي مصلحتها بدل ما انت مهتميه بنفسك يا نجوى. انا بحذرك، لو ما اهتمتيش ببنتك دي هضيع منك في يوم من الايام. شيمة، شيمة يا حبيبتي مالك؟ في ايه بس؟ مالك يا حبيبتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. المطلوب يا استلعت. تعبتك يا جريبي. تعبك راحه. المطلوب 2000. مش هتعدهم؟ معقولة برضه هعد وراك يا استطلعت؟ فوتك بعافية، بس بقولك ايه؟ خد بالك من نفسك. مع السلامة. عارفه انت بتفكر في ايه كويس، بس عايزك تعرف حاجه واحده بس، لو سلمت روحك للغضب ولقيت نفسك ما بتفكرش غير فيه بقى لازم ساعتها تتاكد ان اللي بينا ده ما كانش حب يا طلعت، ده كان اي حاجه تانية ممكن تضيعها من ايدك بسهوله.